مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم الشارع الدبلوماسي الذي ياتيكم مباشره من استديوهاتنا في مقر الامم المتحده في نيويورك. ويسرنا ان نخصكم اليوم كعادتنا بمقابلات حصريه نبداها بلقاء مع السفير نيكولا دريفير المندوب الدائم لفرنسا لدى الامم المتحده، وسنناقش معه الأوضاع على جانبي الخط الأزرق في جنوب لبنان واحتمالات الحرب بين إسرائيل وحزب الله وما سيعنيه هذا للمنطقة بأكملها. ومن لبنان إلى السودان، إذ نجلس عبر الأثير من بورت سودان مع كليمنتان أونكوتا سلامي المنسق الإنساني المقيم للأمم المتحدة في السودان، نبحث معها آخر التطورات في الملف الإنساني المتفاقم في البلاد نتيجة استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. نجلس في الاستوديو بعد ذلك مع السفير منير أكرم المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة لمناقشة قرار الجمعية العامة الأخير لمكافحة الإسلاموفوبيا والدور الذي يلعبه الأمين العام والأمم المتحدة في هذا الصدد، إلى جانب عدة قضايا أخرى هامة تهم منطقتنا وشعوبنا. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. أكثر من 90,000 مواطن لبناني نزحوا من بيوتهم في جنوب لبنان، وأكثر من 60,000 إسرائيلي نزحوا من منازلهم في شمال إسرائيل، بينما يزداد القلق دوليا من اندلاع الحرب بين الجانبين. وإن كانت الحقيقة أن الحرب بينهما قائمة منذ أكثر من 8 أشهر من خلال إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة بصورة يومية، وأدى ذلك إلى مقتل 28 شخصا في إسرائيل وأكثر من 500 في لبنان حتى الآن. ثلثا قتل الجانبين هم إما عسكريين إسرائيليين أو أعضاء في حزب الله. فرنسا ذات العلاقة الخاصة بلبنان تراقب بقلق كبقية دول العالم، خاصة على ضوء تدهور الوضع الأمني على الحدود وتصاعد حدة تبادل إطلاق النار بين الجانبين. وللحديث عن هذا الموضوع الذي يشغل بال الدبلوماسيين والمسؤولين الأمميين على حد سواء، ينضم إلينا حصريا السفير نيكولا دريفير المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة. ولكن دعونا أولا نتعرف على ضيفنا الكريم. سعادة السفير نيكولا دريفير مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، أهلا بك على شاشة العربية. شكرا لك طلال على الاستضافة. أود أن نبدأ بالحديث عن لبنان بطبيعة الحال. يوم الخميس من هذا الأسبوع قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء خطورة الوضع في لبنان. هل كان توضح لنا ذلك للملايين المشاهدين؟ حسنا طلال، أعتقد أن الوضع غاية في الصعوبة، فقد شهدنا تصعيد على الحدود بين إسرائيل والحدود على مدى أسابيع وشهور، والوضع كان صعب قبل 7 أكتوبر وازداد تدهور من خلال قصف حزب الله وردود الجيش الإسرائيلي. نحن في وضع ربما لسنا بعيدين كثيرا عن حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان، وقد يكون ذلك كارثة حقيقية. لا يزال هناك وقت لوقف ذلك، وأعتقد يجب أن نحشد جميع قوانا لمنع حدوث هذه الحرب، لكن الوضع يزداد سوءا على امتداد الخط الأزرق على الحدود، ونحن نشعر بقلق بالغ على غرار الكثيرين الآخرين.
كان هناك حرب بمستوى متدني منذ 7 أكتوبر، قتل 28 إسرائيليين في شمال إسرائيل، وما يربو على 500 مواطن لبناني قتلوا. ثلثا ممن قتلوا في لبنان وسوريا هم من الجنود، سواء كانوا من القوات الإسرائيلية أو عناصر حزب الله. ولكن لم يستخدم أي من الطرفين كامل أسلحته وكذلك الأسلحة الدقيقة المتاحة لديه. هل تعتقد بأن حربا شاملة بين إسرائيل ولبنان يمكن تفاديها؟ نحن نعتقد أنه يمكن تفادي هذه الحرب، وأنت محق مرة أخرى. نحن لسنا بعيدين جدا عن حرب شاملة، ستكون كارثة. حزب الله قوي والجيش الإسرائيلي ربما أقوى منه، وسوف يتم تدمير كل شيء، والمدنيون بطبيعة الحال سيكونوا أول ضحايا هذه الحرب. يجب أن نتفادى ذلك. والأهم ما قلناه في المنطقة خلال الشهور 7 أو 8 الماضية وما شهدناه هو أن الوضع مأساوي في غزة والضفة الغربية. أستطيع أن أقول لك لو نشابت الحرب بين إسرائيل ولبنان سوف ننتقل من حرب محلية هي سيئة إلى حرب إقليمية واسعة مع كافة أطراف العلاقة أو بعض منهم كأطراف في هذه الحرب. ستكون هذه خطوة في اتجاه غاية في السوء. إذن فرنسا مجندة تماما، والرئيس ماكرون وكذلك وزير الخارجية السابق جويف لودريون سعينا للتحدث إلى الطرفين، وقدمنا مقترحات وضعناها على طاولة للتشجيع على وقف الأعمال العدائية في إطار القرار 1701، وهذا إطار قبل به الجميع. نسقنا ذلك مع الولايات المتحدة على أمل أننا سنقنع الطرفين لإقناع قبول هذا المقترح لإعلان وقف الأعمال العدائية وتحسين دور اليونيفيل ومراقبة وقف العمليات العدائية واستعادة هدوء تام في هذه المنطقة. هذه أولية بالنسبة للجميع. وربما اطلعت على البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة وكذلك ما صدر عن الأمين العام المتحدة، أصدر بيان مقلق للغاية. يجب أن ننسق كافة الجهود لتفادي مأساة بين إسرائيل ولبنان. ولكن لماذا مجلس الأمن الدولي الذي هو مفوض بالحفظ السلم والأمن الدوليين العالميين والإقليميين أين هو الآن؟ أعتقد يجب أن نبحث عن أرضية مشتركة. كما تعلم نحتاج لتجديد تفويض اليونيفيل قبل نهاية شهر أغسطس، وفرنسا تنسق الجهود باعتبارها حامل القلم. وفي المجلس الأمن يجب أن تأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار حتى تستطيع قوات اليونيفيل من أداء مهمتها. نحن نعتقد أن اليونيفيل يمكن أن تحدث الفارق، لكنها ربما ليست كافية. قد نحتاج لمفاوضات، وفرنسا تقوم بدور نشط على غرار الولايات المتحدة ننسق جيدا فيما بيننا. هذا ما علينا القيام به. كما هناك أيضا مبعوث جديد الأمم المتحدة إلى لبنان، وهي السيدة هينس بلاسخارت، قد كان لها سجل جيد في العراق. هي وصلت للتو، نعم، لكننا واثقون بأنها يمكن أن تقوم بعمل جيد من خلال الحديث لكافة الأطراف. هناك تقارير تفيد بأن فرنسا سوف تدعم نشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب. ما مدى دقة ذلك وما هو الدعم الذي يمكن أن تقدمه؟ الواقع أن هذا ضمن القرار 1701، وكنت محظوظ بالتواجد في نيويورك عام 2006 عندما قمنا بالتفاوض بشأن القرار 1701. وهناك عنصر أساسي في هذا القرار، ألا وهو أن يقوم الجيش اللبناني بالاطلاع بمسؤوليته في الجنوب وانسحاب قوات حزب الله إلى ما وراء نهر ليطاني تحديدا. هذا ما نريده، وهذا عنصر أساسي ضمن القرار 1701 مرة أخرى. هذا إطار قبل به كافة الأطراف ومن قبل كافة أعضاء مجلس الأمن. يجب أن نكون قادرين على تنفيذ كامل عناصر القرار 701، ويظل هذا إطار جيد ومناسب.
لكن هل الاقتصاد اللبناني وهل الحكومة اللبنانية قادرة على دعم نشر كبير لحوالي 15,000 جندي لبناني في عملية أمنية معقدة في الجنوب؟ أنت تثير مسألة أخرى طلال يتعلق بوضع الاقتصاد اللبناني، وفرنسا عملت على تشجيع السلطات اللبنانية على مدى السنوات الماضية على إدخال إصلاحات وتحسين الاقتصاد وجعل الاقتصاد يفيد كافة المواطنين اللبنانيين وليس بعضا منهم فقط. واجهنا مشكلة مع الحوكمة في لبنان، ولا يزال هناك مشكلة في انتخاب رئيس الجمهورية. هذه الجهود يجب أن تستمر بشكل متوازن، لكن يجب أن نتحلى بالابتكار ونجد سبيل لتحسين الأمن في الجنوب. مرة أخرى، الأولوية في الوقت الراهن هي تفادي هذه الحرب على الحدود. قوات اليونيفيل اتخذت تدابير احترازية في حال نشبت الحرب بين الجانبين. كيف ترون رد فعل اليونيفيل إزاء نشر الجيش اللبناني في الجنوب؟ يجب أن يتم ذلك بطريقة منظمة ومتسلسلة. أعتقد أن قوات اليونيفيل يجب أن تبقى هناك، وبطبيعة الحال نحن بحاجة، وعندما نجدد مهمة اليونيفيل بنهاية أغسطس يجب أن نحرص أن قوات اليونيفيل تستطيع أن تعمل في بيئة أفضل، أن يكون لها قدرة أكبر للتحرك ولا تواجه عراقيل في تحرك قواتها، أن يكون هناك أيضا المزيد من التعاون من قبل كافة أطراف العلاقة. هذا أولا. وثانيا، نحتاج لالتزام تام من قبل كافة الأطراف في الجانبين، احترام كامل لسيادة الدولة اللبنانية وسيادة إسرائيل أيضا، وأن يكون هناك تحسن الأمن في لبنان وكذلك في إسرائيل، وهذا مصدر قلق بالنسبة لنا. بطبيعة الحال يبقى الكثير يجب علينا إنجازه، لكن لا نستطيع أن نستسلم. قد ننتقل من هذه الحرب في غزة التي هي كارثة والتي سببت بموت حوالي 37,000 و 38,000 شخص، غالبيتهم هم من المدنيين، وهذا يبعث على الخزي، وقد يكون الوضع أسوأ، وقد يؤدي ذلك إلى حرب إقليمية إذا بدأت الحرب في الشمال. في شهر أبريل اقترحت فرنسا عقد اجتماع ثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا، وزير الدفاع الإسرائيلي جالان في ذلك الوقت رفض هذه الفكرة. هل من فرصة لإحياء هذه المبادرة أو ربما عقد مؤتمر دولي في باريس؟ أرى ما تقصده. نحن أخذنا علما بتصريح السيد جالنت، وهناك قادة إسرائيليون آخرون قالوا أمور مختلفة. انطباعي الشخصي والمعلومات المتوفرة لدي هي تفيد بأن الجانبين يعولان علينا أيضا، إذن سنواصل جهودنا. إذن أنت متفائل؟ نعم أنا متفائل، سنقوم بذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة باعتبارها لاعب أساسي في هذه الحالة. أيضا ننسق بطريقة جيدة بيننا وكذلك مع الأمم المتحدة. أعتقد ليس لدينا خيار آخر إلا مواصلة هذه الجهود. عندما تتعامل مع مسألة المفاوضات أحيانا يكون طرف غير راضي إزاء مقترح ما، لكن ما نحتاجه هو الحلول الوسط، أن يكون هناك أخذ وعطاء وليس أن نأخذ طرف كل شيء. أصدرت فرنسا في نوفمبر من عام 2023 مذكرة توقيف ضد الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه في الغوطة الشرقية ومدينة دوما. ويوم الأربعاء من هذا الأسبوع أيدت محكمة الاستئناف في باريس إصدار مذكرة التوقيف بعد
استئناف محامي بشار الأسد للحكم. هل يعني ذلك الآن أن الرئيس السوري يمكن اعتقاله في سوريا أو أي بلد أوروبي آخر إذا وطأت قدماه أرض أي بلد أوروبي؟ بداية طلال، أود أن أهنئك على متابعتك للشؤون القضاء الفرنسي. شكرا لك سيدي. ثانيا، بطبيعة الحال نحن أصبنا بالصدمة إزاء الجرائم التي ارتكبها رئيس الأسد خلال السنوات 12 الماضية، ونحن نؤمن ولدينا إيمان راسخ بأنه لا يمكن أن ينتصر الإفلات من العقاب، فهو قتل شعبه استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدهم، سواء تعلق الأمر بمحكمة وطنية أو العدالة الدولية أو العدالة أو القضاء السوري. نرى أن العدالة يجب أن تحقق ضد مجرمي الحرب. سعادة السفير نيكولا دي ريفيرا، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم، شكرا على وقتك وعلى رؤاك، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، الأزمة الإنسانية متفاقمة في السودان في تصاعد مستمر، وستكون محور حوارنا في الفقرة التالية مع كليمنتاين أنكوتا سلامي، المنسق الإنساني المقيم للأمم المتحدة في السودان. فلا تذهب بعيدا. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. منذ بدء القتال في السودان في منتصف شهر إبريل من العام الماضي، يوجد الآن نحو 5 ملايين مواطن سوداني يقف على حافة هاوية المجاعة، مع توقعات بارتفاع أعداد الجائعين بالآلاف خلال شهر يوليو القادم. وإلى جانب المجاعة، يوجد حالياً أكثر من 9 ملايين نازح داخل البلاد، وقرابة 2 مليون لاجئ سوداني في دول الجوار. وفقاً للأرقام الرسمية الدولية، لقي حتى الآن ما يقرب من 17,000 سوداني حتفه في هذا النزاع، بينما تفيد تقارير مستقلة بأن الأرقام الحقيقية هي أسوأ بكثير من تلك التي ذكرتها. والوقوف على آخر التطورات في الأزمة الإنسانية الطاحنة في السودان، نستضيف عبر الأثير من بورت سودان كليمنتاين أنكوتا سلامي، المنسق الإنساني المقيم للأمم المتحدة في السودان. تعالوا أولا نتعرف سويا على ضيفتنا الكريمة. السيدة كليمنتاين نكويتا سلامي، المنسق الإنساني المقيم للأمم المتحدة في السودان، أهلا وسهلا بك على شاشة العرب، شكرا جزيلا لك على الاستضافة. أود أن نبدأ بسؤالك عن تقرير لجنة الإنقاذ الدولية الذي صدر هذا الأسبوع، وقد حدد السودان باعتباره أزمة إنسانية في طريقها إلى التدهور خلال العام، ويوضح أيضا مسار بلد في سقوط حر. هل توافقين على تقييم من هذا القبيل؟ دعني أصف الأمر هكذا. مضت 14 شهرا عن بدء هذا الصراع، والوضع الإنساني في السودان كارثي، فنحن نكافح من أجل الوصول إلى المحتاجين الملايين منهم الذين هم في أوضاع رهيبة.
لقد كان هناك حركة نزوع كبيرة، ولدينا أعداد كبيرة من السودانيين، رجال ونساء وأطفال في مناطق من السودان لا يمكن لنا أن نصل إليها. وكما تعلم فإن انعدام الأمن الغذائي يشهد زيادة، وإذا لم نستطع الوصول إلى هؤلاء الأشخاص بأسرع ما يمكن فعندئذ سيكون هناك تداعيات فظيعة بالنسبة لهم وعلى حياتهم. فيما يتعلق بانعدام الأمن، السودان يسرع الخطى ليكون أسوأ كارثة إنسانية في العالم. فهل المساعدات الإنسانية غير كافية أم أن الأمر يتعلق بالعوائق أمام الوصول وهو ما يزيد الوضع تفاقما؟ أستطيع أن أقول أن انعدام الأمن أولا وقبل كل شيء، انعدام الأمن الذي يمنعهم من الحركة ويمنعنا أيضا من الوصول إلى المحتاجين. ثانيا الوصول إلى المحتاجين، أشرنا إلى هذه المسألة لفترة من الزمن، لدينا قلق بالغ إزاء عدم قدرتنا للوصول إلى السكان بسبب العراقيل البيروقراطية والإدارية. شهدنا تحسن ملحوظا بهذا الشأن، آمل أن يستمر ذلك. ونتيجة لهذا التيسير المتزايد نستطيع الآن أن ننتقل ونصل إلى تلك الأماكن التي لدينا فيها بعض الإجراءات الأمنية حتى نبدأ توزيع إمداداتنا. ولكن دعني أسلط الضوء أيضا على مشكلة الموارد المالية، فنحن نكافح من أجل تلبية مناشدتنا الإنسانية التي تبلغ 2.4 مليار دولار. وفي الوقت الراهن فإن الأموال التي تلقيناها هي 16% من هذا المبلغ، على الرغم من التعهدات التي قدمت في وقت سابق من هذا العام خلال مؤتمر باريس. نعم إن السودان في طريق الهاوية، نعم، ونحن نسابق الزمن من أجل الانتقال والتحرك بأسرع ما يمكن للوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها، ولكننا صنفناها باعتبارها مناطق ساخنة وهي بحاجة ماسة للمساعدات. وحتى يحدث ذلك نحن نحتاج لأن نحصل على تعاون القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وكافة الجماعات المسلحة الأخرى التي لا تزال تسيطر على بعض المناطق. إن الصراع في السودان أجبر حوالي 9 ملايين شخص على النزوع داخل البلاد، بما في ذلك 4 ملايين طفل كما أشرت. أين تذهب هذه السودان داخل السودان؟ هل من أماكن آمنة في السودان؟ تعلم أن خيار النزوح هو قرار فردي، ولا يسعني أن أقول إلى أين يذهبون، ولكن أستطيع أن أقول أنه في السودان لدينا بعض المواقع التي يوجد بها عدد كبير من النازحين، بعضهم يبقون على مقربة من قراهم، وآخرون ينتقلون إلى مخيمات اللاجئين الموجودة، وآخرون أيضا ينتقلون إلى المجتمعات المحلية. أستطيع أن أقول من السمات المميزة لهذا الصراع السوداني هو مستوى كرم الضيافة التي يتحلى بها السودانيون، والذين يستضيفون غرباء في بيوتهم ويتقامسون قسمون معهم القليل الذي يملكونهم ويوفرونهم المأوى ريثما يستطيع هؤلاء الاعتماد على أنفسهم أو يعودوا إلى مواطنهم الأصلي. هناك الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات المحلية. في مهنتك عاملة إنسانية لم أرى هذا المستوى من الدعم وهذا المستوى من التآزر، وكذلك هذه الضيافة تجاه مهنة السودانيين من إخوتهم ونساء ورجال. أشرت إلى مسألة الأطفال، فمنظمة اليونيسف قالت أن نزوح الأطفال يمثل حركة نزوح الأوسع في العالم.
طبعا هذا بيان محزن. أود أن أنتقل الآن إلى الوضع الصحي. فأكثر من 80% من المستشفيات والعيادات لم تعد تعمل في أكثر المناطق تضررا بسبب الصراع، فليس هناك إمكان الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية. في غزة تم إقامة مستشفيات ميدانية في وضع مماثل، هل يمكن تطبيق ذلك في السودان؟ في السودان ومنذ نشوب هذا الصراع شهدنا، ما استطيع أن أقول في جميع ربوع السودان، عدم تقيد بمبادئ القانون الإنساني، حيث أن الأعيان المدنية وكذلك المستشفيات والمدارس و المرافق الصحية والمنشآت الخدمات استهدفت، وكما قلت عن حق الكثير من المستشفيات وكذلك المنشآت الطبية تم تدميرها، حيث ما يتاح لنا الوصول وتكون لدينا القدرة للتواجد نضمن، نعمل على ضمان أن السكان يحصلون على الدعم الطبي الذي يحتاجون إليه. ونحن في الأمم المتحدة نعمل على زيادة تواجدنا في السودان إذا سمح الأوضاع الأمنية بذلك. نريد أن نكون متواجدين على مقربة من السكان ونقترب منهم لأقصى لحد حتى نوفر لهم المساعدات التي يحتاجون إليها، وكذلك حتى نوفر لهم الحماية، لأن مجرد تواجدنا في المكان يوفر لهم الحماية. وأعتقد عندما نبدأ ونستطيع توسيع تواجدنا، فنحن مع منظمة الصحة العالمية وكذلك شركائنا من المنظمات الإنسانية سوف نبدأ بدعمهم، سواء تعلق الأمر ببناء مستشفيات مؤقتة أو استخدام المرافق الموجودة أو محاولة العمل من المرافق التي لم يتم تدميرها بالكامل. عندما نصل لذلك سنقيم الوضع ونرى ما هو أفضل ما يمكن تقديمه. وقبل أن نختم دعني أقول إن ثمة منظمات غير حكومية، لا سيما منظمة أطباء بلا حدود، لا يزالون يعملون في هذه المستشفيات، لا سيما في دارفور، حيث تتواجد منظمة أطباء بلا حدود وهي تساعد الطواقم الطبية السودانية التي تعمل هناك لمساعدة السودانيين. هل تتخذ الأمم المتحدة أي تدابير لدعم ما تبقى أو ما بقي من الاقتصاد السوداني؟ نحن نراقب عن كثب ما أستطيع أن أسميه انهيار الاقتصاد السوداني، وجهودنا في الوقت الراهن ترمي لدعم تقديم الخدمات وإقناع شركاء تنمية للاستثمار في تقديم الخدمة. هذا بحد ذاته سوف يخفف العبء الإنساني، ولكنه في الوقت ذاته سيكون استثمار تكون له فوائد على المدى البعيد. إذا لم يكن لدينا مخيم، هذا يعني أن النازحين سوف يحصلون على المستشفيات. نحتاج المزيد من المدارس وكذلك الفصول والموارد ليحصل المدرسون والأطباء والممرضون على رواتبهم ليواصلوا دعم السكان. إذن نحن نسعى من أجل ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وكذلك المؤسسات التمويل الدولية. على الرغم في وقت الصراع فإن الدعم التنموي يمكن أيضا أن يكون مفيدا للغاية ومناسب جدا لمواجهة الاحتياجات الخاصة بالنازحين وكذلك المجتمعات المضيفة. موسم الأمطار قادم، ما تأثيراته على الأوضاع في السودان؟ نحن نسابق الزمن، نسابق الزمن للوصول إلى السكان بأسرع ما يمكن. في بعض مناطق السودان فإن السودان يعاني تقليديا من الفيضانات، في مناطق أخرى من البلاد الطرق يصعب استخدامها. إذن كلما استطعنا إيصال الأغذية إلى المواطنين فهذه الإمدادات تسمح لهم بتلقي
مواصلتي بتلقي ما يسمح له بتلبية احتياجاتهم طيلة موسم الأمطار. هذا ما سنعمل على تحقيقه. نحن حاول أن نوفر لهم إمدادات ليس لشهر ولكن لعدة شهور حتى يستطيعوا أن يعبروا موسم الأمطار، ولكن هذا سيكون له تأثير خطير على قدرتنا في الحركة والعمل الذي نقوم به. لذلك فإن الوقت حاسم وعلينا نعمل بسرعة. لو طلبت منك تحديد أولوياتك، ما هو الأهم؟ الوصول دون عوائق أو المزيد من التمويل أو مزيد من التعاون لنهاية هذه الحرب. رتبي لي هذه الأولويات. الأمن. الأمن سوف يمنحنا الوصول إلى المحتاجين، وهذا الوصول سيسمح بتعبئة المزيد من الموارد المالية. إذن أساساً أستطيع أن أقول أن المسألة الأساسية هي مسألة الأمن. نحتاج المزيد من الأمن حتى نتنقل بحرية ونصل إلى السكان، وأن يتمكن السكان الذين يريدون أن يتنقلوا أن يقوموا بذلك، أن يكون هناك أيضا حماية ضد انتهاكات حقوق الإنسان وحماية السكان تمشيا مع القانون الإنساني الدولي وكذلك مبادئ القانون الدولي. السيدة كليمنتاين كويتا سلامي، المنسق الإنساني مقيم للأمم المتحدة في السودان، نشكرك على هذه المقابلة وكذلك على رؤاك، والأهم من ذلك أقول لك نشكرك على جهودك الحميدة لمساعدة المحتاجين في السودان. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، تنضم باكستان إلى عضوية مجلس الأمن في الأول من يناير عام 2025 ولمدة عامين كاملين، وسنستضيف سفير باكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم لمناقشة العديد من الأمور التي تهم باكستان ومنطقتنا، ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ثانية. يسعدنا الآن أن نختتم مسيرتنا في الشارع الدبلوماسي باستضافة السفير منير أكرم مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، ولكن قبل أن نبدأ نقاشنا معه تعالوا نتعرف سويا على أهم المحطات في السيرة الذاتية لضيفنا الكريم. منير أكرم، سعادة السفير منير أكرم مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، أهلا بك على شاشة العربية. شكرا لك. أود أن نبدأ بمناقشة مسألة الإسلاموفوبيا. لقد اعتمدتم قرار في 15 مارس، باكستان قامت بصياغة القرار وتم تمرير هذا القرار، وتم الاجتماع مع الأمين العام المتحدة من قبل فريق يمثل منظمة المؤتمر الإسلامي لبحث تنفيذ هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العامة الأمم المتحدة. هل كنت تحدثنا عما تمت مناقشته؟ كما تعلم، القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب من الأمين العام لتعيين موفد خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، ولقد طلبنا من الأمين العام للقيام بذلك بأسرع ما يمكن. ثانيا، طلبنا أيضا أن يكون هناك دعم مالي كافي لمكتب المبعوث الخاص لمكافحة الإسلاموفوبيا حتى يتسنى له التحرك بطريقة ملموسة.
وثالثا طلبنا أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتعاون معنا من أجل إعداد خطة عمل لمكافحة الإسلاموفوبيا. القرار نفسه أشار إلى تدابير تشريعية ينبغي لبعض البلدان اتخاذها حيث ظهرت بعض أفعال الإسلاموفوبيا مثل حرق القرآن الكريم. هذه الأفعال يجب نزع الشرعية عنها، ويجب أن يكون هناك أيضا بعض المساعدة القانونية لضحايا الإسلاموفوبيا، كما يجب بذل المزيد من الجهود لتوعية الناس في العالم حول مظاهر الإسلاموفوبيا. نحن نشعر أن هذا هو جوهر خطة العمل. الأمين العام للأمم المتحدة قبل كافة طلباتنا لتعيين مبعوث خاص، وكذلك دعم مكتب المبعوث الخاص من خلال مخصصات مالية مناسبة، وكذلك العمل على إعداد خطة عمل بالتشاور مع بلدان منظمة التعاون الإسلامي. أود أن أغتنم هذه الفرصة لجلوسي معك لتهنئكم على اختيار الجمعية العامة المتحدة لباكستان لتمثل آسيا في مجلس الأمن الدولي اعتبار من الأول من يناير من عام 2025. طبعا انتخبت باكستان إلى جانب الدنمارك وبنما واليونان والصومال. إذن نحن سنكون ممتنين جدا لو حدثتنا عن أهم أولويات باكستان خلال السنتين المقبلتين. بداية، كما تعلم باكستان تعول وتدافع أيضا عن العلاقات الدولية القائمة على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. هذه مسألة مهمة بالنسبة لنا، لأن هذا هو الإطار الدولي الوحيد المقبول لحفظ النظام في العالم وتقيد باكستان بذلك دمائم. سوف نحرص على أن كافة أننا سننظر إلى كافة القضايا في مجلس الأمن من هذا المنظور. طبعا لدينا قضايانا الخاصة، كما تعلم لدينا قضية كشمير وهي مهمة جدا بالنسبة لنا. نود رؤية كيف يمكن أن ندفع قدما الآفاق التسوية في جامو وكشمير، سواء كان ذلك من خلال إطلاق حوار أو الدفع بالدعم الدولي لحق تقرير المصير لشعب كشمير. لدينا أيضا مشكلة في أفغانستان، هناك أعمال إرهابية يومية مصدرها أفغانستان لا سيما من قبل حركة طالبان باكستان، وحتى الآن لم يكن هناك أي تحرك ضد هذه الجماعة الإرهابية وغيرها من الجماعات الإرهابية من قبل الحكومة الجديدة، الحكومة الانتقالية في كابول. ونحن على اتصال مع كابول، لكننا نتحرك أيضا من جانبنا من أجل القضاء على وجود حركة طالبان باكستان على أرضنا، وكذلك إقناع الحكومة قليل في كابول التحرك ونزع سلاح هؤلاء الإرهابيين وتسليمهم إلى باكستان. ماذا عن قضايا الشرق الأوسط مثل عملية السلام في الشرق الأوسط إذا ما بقي منها أي شيء يذكر، وكذلك الحرب في غزة؟ نعم، كما أسلفت إن موقفنا يقوم على احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وهذه المبادئ انتهكت في الكثير من الأماكن، ولكن بالنسبة لنا ما يحدث على وجه الحدود في غزة هو غير مقبول، فهذا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وهناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت، ومحكمة العدل الدولي نفسها قالت إن الأحداث التي وقعت ترقى إلى جرائم حرب. نحن نرى أن ذلك حصل
ولكن أن يصدر ذلك عن المحكمة الدولية هو أمر مهم، ولكن ذلك لم يتوقف. رئيس الوزراء نتنياهو يواصل هذه الحرب، حرب الإبادة هذه، وهذا فشل ذريع لمجلس الأمن الدولي. بطبيعة الحال كبلد مسلم وعضو في منظمة التعاون الإسلامي، فإن فلسطين هي القضية التي على أساسها أنشئت منظمة التعاون الإسلامي، وبناء عليه فهذا هو موقفنا. إذن كونكم عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي على غرار صوماليا التي ستكون عضو في مجلس الأمن اعتبار من أول من يناير، هذا سيضع المزيد من المسؤولية على عاتقكم لتمثيل قضايا العالم الإسلامي هناك. نعم، كما تعلم دافعنا دائما عن قضية فلسطين سواء كنا عضوا في مجلس الأمن أم لا، ولكن أشك بأن القضية سوف تطرح مرارا أو سيتم عرض القضية في ظل هذه الأوضاع التي نشهدها، وباكستان سوف توصل بين نفس الموقف فيما يتعلق تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. فريق مراقب الأمم المتحدة العسكريين بين الهند وباكستان الذي أنشئ عام 1949، وفي 13 من هذا الشهر التقيتم بقائد هذه البعثة في مكتبكم وناقشتم أيضا أداء هذه البعثة والقضايا الخاصة به. هل لكم أن تحدثون بإيجاز عن شواغلكم أو ما يقلقكم حيال أداء فريق المراقبين العسكريين، وإذا كنت لا تتعاون معهم لإنجاز المهمة؟ كما تعلم إن فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين بين الهند وباكستان تم نشره في أعقاب وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 1948. هؤلاء موجودون هناك منذ فترة طويلة من الزمن، ونرى أنه في ظل طول خط المراقبة بين الهند وباكستان لا سيما بين شطر إقليم كشمير الذي تسيطر عليه الهند وشطر إقليم كشمير الذي تدير الهند، هذا يتطلب عدد كبير من المراقبين العسكريين، وفي الوقت الراهن يوجد حوالي 44 مراقب، فطبعا هذا لا يكفي بالتأكيد. إذا نرغب تعزيز هؤلاء المراقبين العسكريين. ثانيا، إن فريق المراقبين العسكريين يواجه إعاقات من قبل الهند في بشأن إصدار التأشيرات الدخول، وكذلك جعلهم يدفعون الإيجار، وكذلك محاولة أيضا قطع ميزانية مخصصة لفريق المراقبين، ثم إغلاق أيضا معبر للمراقبين العسكريين بين الشطر الباكستاني والشطر الهندي، والطريق في سالكوت تم إغلاق هذا المعبر، والآن على المراقبين العبور عبر معبر وجه في لاهور، وهذا يمثل 10 أضعاف الطريق المتاح لكنه أغلق. إذن هناك الكثير من العراقيل لأنهم لا يريدون تواجد فريق المراقبين الدوليين. إن هذا التواجد هو مؤشر مادي بأن جامو وكشمير هي أرض متنازع عليها، وهذا ما يريدون إنهاءه. فيما يتعلق بالهند، أدى رئيس الوزراء مودي اليمين لفترة ثالثة كرئيس لوزراء الهند في 9 يونيو، وطبعا الهند وباكستان دولتان نوويتان وجارتان، ولديكما أيضا خلافات حادة لا سيما فيما يخص إقليم كشمير، كما أن هناك مخاطر تفجر أعمال عدائية بين هاتين القوتين النوويتين. هل تعتقد أن رئيس الوزراء مودي في ولايته الثانية سيكون منفتح على إعطاء السلام فرصة ومفاوضات سلام من البلدين؟ هل هذا مرجح؟ أعتقد أن الوقت مبكر
لقول ذلك وتحديد موقف حكومة مودي الثالثة حيال باكستان. هناك مواقف متفرقة، هناك البعض من يقول أنه سيكون أقل تصلبا، وآخرون يقولون بالعكس أنه سوف يضاعف موقفه المناهض لباكستان والمسلمين، وإلا فإنه سيخسر قاعدة مؤيديه من الهندوس. أعتقد أن الوقت مبكر جدا لقول ذلك. أما فيما يخص باكستان فنحن جاهزون للحوار، ونرى أن المشكلات لا يمكن فقط حلها من خلال الحوار، لكن هذا الحوار يجب أن يقوم على أساس مساواة دولتين تتمعن بالسيادة. لا يمكن أن نقبل وضع أقل من ذلك. في التعامل مع الهند سنتعامل مع الهند كدولة ذات سيادة متساوية. ثانيا، الحوار يجب أن يركز على المشكلة وليس القضايا الهامشية. إذن علينا أن نجد سبلا لمناقشة مسألة كشمير وإيجاد سبل تسمح لنا بالتوصل إلى تسوية سلمية لجامو وكشمير. وبمجرد أن تكون الهند جاهزة للتعامل معنا سنكون منفتحين على ذلك. سعادة السفير منير أكرم، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة وعلى رؤاك، وأتمنى لكم كل التوفيق اعتبارا من الأول من يناير من خلال عضويتكم في مجلس الأمن الدولي أو ما وراء ذلك. شكرا جزيلا، شكرا لك سيدي. وكذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية مسيرتنا في شارعنا. نشكر لكم كرم المتابعة. هذا طلال حاج وفريق البرنامج في دبي ونيويورك. نستودعكم، وحتى أن نلتقيكم ثانية نترككم في أمان الله.